سوري تأخرت شوي لرد بس كنت عم حضر قنبلة من العيار الثقيل. فبدي جمهور يعني اخو اخته يهيس، بس ما بدي مثل تاع هيدا اللي جاب له اياه لتامر يغمى عليه، بدي جمهور هيك يعني صغار، واذا فيه يجيب لي مكرسحين او شو فيه يجيب لي وين يجيب لك جمهور يضل ينط ويعيط ويشوبر بايدين شو حتى يهلك. تقبرني الله يخليك، انت دائما بتهتم بتامر حسني وانا لا، انا ما بجيب لي شيء ولا مره جبت لي. والله من حسني انفضحت بينت يعني شيء قدم ترك اللي انا بحكي لك. طيب عندي اقول لك شغله، تقبرني ممكن تجيب لي مكرسحين يعني على ايه يعني على شيء كرسي انه هيك عجزة او شيء ده الفن، وهو بالذات بتصير معه دائما الاغماء، حالات الاغماء ليه يعني يعني. وكتبت له يعني نحن اليوم ببلد بلد النجوم، انا من بلد ست فيروز، انا مش عايش بمكان منقطع وفجاه شفنا نجم واغمى عليه.